لم أعد أحتمل بعد، قالها رئيس الوزراء الإسرائيلي عن حزب الليكود وقدم استقالته لرئيس الدولة هيرتزوغ. لكنه ليس نتنياهو، كان هذا عام 83، ورئيس الوزراء مناحم بيجن ورئيس الدولة حايم هيرتزوغ والد الرئيس الحالي يسحاق هيرتزوغ. بيجن لم يعد يحتمل التظاهرات التي اندلعت بعد مذبحة صبرا وشتيلا في لبنان فاستقال. لكن نتنياهو ليس بيجن، والتظاهرات ضد استمرار الحرب في غزة لن توقفه، فلنتنياهو قدرة تحمل أكبر من بيجن الذي استقال بعد لجنة تحقيق أقيمت حول الحرب بضغط الوزير زفولون هامر ممثل الصهيونية المتدينة. أما ممثل الصهيونية المتدينة الآن سموتريتش فيدعو لهدم غزة ويعارض نتنياهو إقامة لجنة تحقيق. إسرائيل تغيرت، ومن يعول على أن التظاهرات التي ستزداد مع استقالة جانس ستؤدي إلى تنحي نتنياهو فعلى الأغلب سيخيب الظن. جانس كان وزيرا بلا حقيبة في حكومة نتنياهو، لكن يمكننا اعتبار جانس وزير الشرعية في هذه الحكومة، وبخروجه سينخفض مستوى شرعية حكومة نتنياهو أمام الشارع الإسرائيلي وأمام العالم، الذي تقول مصادر دبلوماسية إسرائيلية أنه سيجد صعوبة في التواصل مع حكومة نتنياهو. وزير الخارجية الأمريكي بلينكين الذي يزور المنطقة سيلتقي بجانس مثلما يلتقي بنتنياهو. بلينكين جاء في محاولة أخيرة لإنقاذ مبادرة التفاوض، جاء لإقناع إسرائيل بمبادرة تقدمت بها إسرائيل. جاء بلينكين وهو يعي تماماً مدى تدني حظوظ نجاحه في هذه المهمة، والدليل أن الولايات المتحدة تبحث في إمكانية مفاوضات منفصلة بينها وبين حماس لإنقاذ المحتجزين الأمريكيين في غزة دون انتظار إسرائيل. ونتنياهو الأسير بيد بن غفير وسموتريتش وجد حجة جديدة لعدم التفاوض، فمن وجهة نظره تحرير المحتجزين الأربعة دليل على أهمية استمرار الحرب. المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون يقولون عكس ذلك، بل يقولون أن نتنياهو يعمل ضد مصالح إسرائيل. لكن من يكترث لهؤلاء؟ فالأهم هم ناخبو نتنياهو، أما العسكر فنتنياهو يعدهم لدور آخر، تحمل كامل المسؤولية عن الحرب لينفض هو يديه منها. نضال كناعني، سكاي نيوز عربية، القدس.